السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. هي الأولى من نوعها، ولأنها الأولى فهي الأهم في رسم معالم الشراكة الواعدة. القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل وضعت قطار التعاون بين التكتلين على سكة تحقيق غايات التناغم السياسي والاقتصادي والأمني. رؤساء دول وحكومات يتقدمهم ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي أعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت والاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في كل المستويات تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما. ملفات سياسية اقتصادية وأمنية أمام القمة الخليجية الأوروبية المنعقدة في بروكسل. العلاقات بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تعود جذورها إلى عقود من الزمن، إذ شهدت هذه العلاقات تطوراً ملموساً في مجالات متعددة، خصوصاً أن أوروبا شريك تجاري رئيسي لدول الخليج، حيث تسهم صادرات النفط والغاز الخليجية بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية. في المقابل تستفيد دول الخليج العربي من التكنولوجيا والخبرات الأوروبية في قطاعات البنية التحتية، التعليم والتكنولوجيا المتقدمة، كما أن الحوار السياسي بين الطرفين يؤدي دوراً كبيراً في معالجة الأزمات الإقليمية المختلفة. قمة استثنائية في ظروف إقليمية معقدة، وصفها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في جولته الخليجية بأنها لحظة سياسية مهمة، خصوصاً أنها تعزز التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. القمة الأولى بين منظمتين إقليميتين تمتلكان حضوراً مهماً وحيوياً في الكثير من القضايا الدولية، فدول الخليج العربي مهمة جداً للاقتصاد والصناعة العالميين، في حين يعد الاتحاد الأوروبي قوة عالمية عسكرية سياسية واقتصادية، ما يؤكد أن التعاون بين الكيانين سيكون مثمراً في ظل أوضاع عالمية غير مسبوقة، ولا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ومخاوف توسع دائرة القتال في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور صادق البسام عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة الكويت، وعبر الأقمار الاصطناعية يحضر معنا من بروكسل الدكتور حسين الوائلي المختص بالعلاقات الأوروبية العربية. أجندة مزدحمة اقتصاديا وسياسيا وأمنية، فما سقف المأمول في معطيات الواقع الخليجي الأوروبي؟ أي المجالات تعتقد دكتور أنها ستطغى على القمة الخليجية الأوروبية ويكون لها النصيب الأكبر، السياسة أم الاقتصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم الحقيقة يعني دعوتكم لي بالحضور اليوم في هذا الزخم الكبير اللي قلنا قاعدين نعيشه. أنا أعتقد بأن السياسة هي التي ستطغى بشكل أكبر نظراً للظروف السياسية المحيطة بالعالم والتي يعيشها العالم الآن، وخصوصاً أن أوروبا منشغلة بحرب أوكرانيا وروسيا، والعرب منشغلين بحرب غزة ولبنان. طبعاً لا شك أن الجانب الاقتصادي سيكون له دور وسيكون له مجال في هذه القمة، ولكن المطبخ الرئيسي هو المجلس الوزاري
اللي سيقوم بهالعمل هذا. وطبعا الاتفاقية اللي حدثت في 1989 هي اتفاقية تعاون ومشاركة وشراكة للقيام بالتحقيق أهداف معينة تهم الجانبين، منها التجارة ومنها الاستثمار ومنها تغير المناخ ومنها الطاقة والبيئة وكل الأمور والأبحاث والدراسات. هذه بداية. أنا أعتقد بأن الجانب الاقتصادي سيكون له جزء مهم، ولكن ليس ما نأمل أن يتحقق، وهو يعني التجارة الحرة أو ما يسمى بالتجارة الحرة أنها تتحقق في هذا الوقت. يمكن تحتاج إلى وقت أطول لتتحقق حتى يكون هناك مجال للتعامل مع الدول الأوروبية بشكل أريحي. الآن يعني الدول مجلس التعاون تتعامل مع أوروبا ولكن لا تتعامل معها كشريك استراتيجي في التجارة والاستثمار، وهذا مع علما بأن هناك من يقول بأن الاتفاقية تنص على أن في حالة عدم وجود يعني اتفاقية للتجارة الحرة يعتبر الشريك الآخر وكأن الشريك الأول في التعامل. طيب اسمح لي بأن أتجه إلى بروكسل مع الدكتور حسين الوائلي. دكتور حسين، يعني تابعت لا شك الكلمات في القمة وهناك آمال معقودة على هذه القمة، خصوصا ونحن أمام هرمين اقتصاديين في العالم. كيف رصدتم المأمول بداية في هذه القمة خصوصا من الجانب الأوروبي والذي كان له ربما يعني نصيب أكبر من المبادرات خصوصا الاقتصادية؟ يعني سعيد أن أكون معكم. بصراحة أنه هي من وضع أوروبية، وبالتالي أوروبا مهتمة كثيرا بأن يكون هناك حالة من التدافع الاقتصادي وكذلك التدافع إنجاز القول الاستراتيجي. هذه لأول مرة منذ 3 عقود أن يكون هناك جلسة ما بين أكثر يعني أكثر من 30 قائد، في نهاية قائد على المستوى العالمي، على مستوى الجي سي سي، على مستوى المجلس التعاون الخليجي، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. نحن نتحدث هنا، أنا أكثر من 23 سنة في هذه البيئة الأوروبية، تحديدا مؤسسات الاتحاد الأوروبي. هذه أول قمة أوروبية خليجية تنقل الواقع الأوروبي الخليجي إلى مرحلة جديدة، مرحلة تاريخية، مرحلة استراتيجية. تحدثت مع لويجي دو مايو وهو المبعوث الأوروبي لمجلس التعاون الخليجي، قال بأنه هذه شراكة ستنقلنا إلى مرحلة جديدة على المستوى الاستثماري، على مستوى الطاقة، على المستوى الجيوسياسي. وبالتالي أوروبا تحتاج حالة النمو الاقتصادي والطاقة أيضا في الخليج، لأنها بحاجة إلى 800 مليار يورو سنويا، نتحدث سنويا. وبالتالي هذا الزخم الموجود والحالة النمو الموجودة في الخليج بحاجة إلى أوروبا. أوروبا لديها مجموعة من الخبرة فيما يتعلق بشركات البتروكيماويات التي تحتاجها دول الخليج، أيضا في نفس الوقت بأن هناك توبكس أو ملفات كبيرة جدا على مستوى الدول العربية، على مستوى الشرق الأوسط الذي نتحدث عنه، عن الصراع الموجود في غزة. يعني تعلمون تماما ما تعمله إسرائيل في غزة حاليا هو كان في صلب الموضوع اليوم في كلمة الشيخ تميم أمير قطر، وبالتالي هو يتحدث بصراحة وقوة. حتى تحدث المسؤول الغربي يقول بأنه هذه أول مرة أن تتحدث رقعة جغرافية بقيادتها بأوراق قوة. ففي نهاية المطاف يبدو بأن الخليج جاء بأوراق قوية جدا على مستوى الطاقة، على مستوى الجيوسياسي، لأنه هو الذي يقول نعم أو لا فيما يتعلق بإنهاء الصراع، وأيضا فيما يتعلق بحالة التعاون الاستراتيجي. تريدون أن يكون هناك تعاون استراتيجي ما بين الخليج والدول الأوروبية، إذن يجب عليكم أن تطبقوا هذه القرارات. هذا ما قاله أغلب الخليجيين الذين حضروا اليوم إلى بروكسل وعقدوا هذه القمة التي سميت بالقمة التاريخية الاستراتيجية الأوروبية الخليجية. نعم دكتور. دكتور صادق، بالنسبة للعلاقات كما ذكر دكتور حسين قبل قليل،
العلاقات التجارية بحاجة لتسهيلات ربما خصوصا في مجال الاستثمار، وفيما لو أحب مثلا الأوروبيون إدخال أو إشراك رؤوس الأموال الخليجية. هناك حديث كان ربما عن ماهية الدخول أو تسهيل حركة الدخول بين دول مجلس التعاون أو مواطني دول مجلس التعاون وهذه الدول الأوروبية كسبيل للاستثمار في القارة الأوروبية. كيف يمكن يعني قياس هذا الشيء مقارنة مع حجم الاستثمارات المتوقعة برأيك؟ طبعا لا شك أن الدول الخليجية أيضا مهتمة في الوقت الحاضر بالداخل بشكل كبير، يعني نجد بأن كثير من الدول تحاول أن تعمل استثمارات داخلية لغرض الابتعاد عن الاعتماد على النفط كسلعة واحدة، لكن هذا ما يمنع أن يكون في هناك أيضا استثمارات في أوروبا، ولكن نحن نريد شراكة، نريد كما نستثمر في أوروبا نريد الأوروبيين أن يستثمرون عندنا، وهذا من حقنا أن نطلبها من شركائنا الاستراتيجيين، ونحن بالنسبة لهم شركاء استراتيجيين، فيجب أن يكون يعني هناك نوع من العلاقات المتبادلة الريسبروكال مثل ما يقول، اللي هي المتبادلة. أنا أعتقد بأن الخليج بإمكانه يستثمر مبالغ ضخمة في أوروبا ولديه القدرة على هالاستثمارات هذه، ولكن أيضا الخليج أو مجلس التعاون يبحث عن فرص استثمارات في جميع دول العالم، وكما نعرف بأن أوروبا كانت هي الشريك الاستراتيجي الأول في التجارة مع دول مجلس التعاون، الآن سبقتها الصين، الصين دخلت بالطريق وتعدتها، لذلك الآن أصبحت العملية عملية أنك أنت يعني أين تذهب وأين تستثمر وكيف تحقق العائد المطلوب لاستثماراتك هذه، هي ليست عواطف هنا، نحن نريد شريك يقدم لنا الإمكانيات اللي تمكننا من تحقيق أكبر عوائد، وإحنا مستعدين. ونفس الشيء الصين والولايات المتحدة وغيرها من الدول عندما تستثمر عندهم تستثمر عندهم في أفضل الجوانب الاستثمارية. فبالنسبة للقمة المجلس الأوروبي عندهم قدرات وعندهم إمكانات وعندهم مجالات كثيرة، ليس فقط استثمار، ممكن يكون استثمار بشري، نستثمر عندهم بالتعليم، نستثمر عندهم بالصحة، ونجلب القدرات اللي موجودة عندهم والأفكار الجديدة اللي احنا محتاجينها، فليس فقط الاستثمار يكون مادي. أيضا المشكلة بيننا وبين أوروبا أن أوروبا الآن يتجهون إلى البيئة النظيفة، ومثلا دول المجلس الأوروبي في سنة 30 سيكون عندهم بيئة نظيفة تامة، ما في أي استخدام للبترول. إحنا كدول خليجية وجهة نظرنا أو قدراتنا إن بعد لما تصير سنة 2050-2060 يلا نصل إلى هذه القدرة، معناته أيضا الأوروبيين ما يعني وقفوا تقريبا أو قللوا من شراء النفط الخليجي أو مجلس التعاون لهالأسباب هذه، فهناك يعني كثير من العوائق اللي يمر فيها الخليج او المجال الشراكه بيننا وبينهم من ناحيه، لان هم لما هم يعني انظروا الى الخليج واحتاجونا، مو محتاجونا يعني قصدي حاولوا ان يعني يعززون الاستثمار، اي نعم، يعيدون هذا نتيجه اللي حصل بين روسيا واوكرانيا ونتيجه توقف النفط عن أوروبا الروسي، فكانوا يبحثون عن يعني بديل، وطبعا وجدوا أن الخليج أو مجلس التعاون هو البديل الأفضل لمثل هذا اللي حصل. نعم. أتجه إلى الدكتور حسين الوائلي. دكتور حسين، يعني القدرة أو العلاقات الخليجية، وتعلم أن هناك جهود يعني بذلت من قبل دولة قطر وبمساعدة المملكة العربية السعودية أيضا للتوسط وعملية ربما التقارب أو تبادل الأسرى بين روسيا من جهة وبين أوكرانيا من جهة أخرى، والتي هي مدعومة بطبيعة الحال من الاتحاد الأوروبي. هذه القدرة السياسية بالإضافة إلى
عدم ربما وجود بدائل أفضل لدى الأوروبيين، إلى أي مدى يمكن أن لنقل تعدل ببعض القوانين الأوروبية أو بعض الإجراءات الأوروبية للسماح بهذه الشراكة لتكون أرحب في الدول الأوروبية، خصوصا في دولتين كألمانيا وفرنسا وهما يعني دولتان كبيرتان، خصوصا بعد خروج بريطانيا من هذا التجمع يعني التجاري؟ يعني أعتقد بأنه القاعدة الاستراتيجية للاتفاق الأوروبي الخليجي كانت حاضرة، وبالتالي هناك يعني روح تنافسية موجودة. وأعتقد أنا أتفق كثيرا مع ما ذكره الدكتور صادق بأنه قال شراكة. الشراكة يعني معنى آخر أنه تبادل، وأن يكون وين وين أو ربح زائد الربح، أنه الكل أطراف رابحة، ليس كما كان سابقا. يعني الآن الخليج يفكر بطريقة جديدة، وهي أنه أن تكون هناك شراكة يعني مستندة على قاعدة استراتيجية، بمعنى آخر ليس على قاعدة البائع والمشتري كما كان في السابق. الآن هناك استثمارات مهولة للإمارات العربية المتحدة في كوفسترو، وهي أكبر شركة للبتروكيماويات، اشترت يعني استثمرت فيها في 16 مليار يورو، وهي شركة تزود مجموعة من التقنيات والإلكترونيات لشركات مثل مرسيدس، BMW، أودي، بورش. وبالتالي هناك شراكة سعودية إيطالية في مجموعة يعني تتجاوز حتى 3 مليار دولار، وهي بداية حقيقية لهذا الموضوع. هنا نتحدث حقيقة عن نقطة مفصلية في قاعدة الشراكة. إذا نتحدث عن مفصل آخر، اليوم الخليجيون حقيقة رفضوا رفضا قاطعا بأن يزجوا أنفسهم في الصراع الأوكراني الروسي، لأنه الأوروبيين طلبوا من الدول الخليج بأنه يجب أن تساعد من الناحية المالية، من الناحية حتى على المستوى الدولي، يعني دعما في أروقة الأمم المتحدة وكذلك في أروقة المؤسسات الدولية. لكن الخليجيين قالوا بأنهم في منأى عن هذا الصراع، وهي دولة أو هي عفوا هو كيان سياسي استراتيجي تعاوني موجود في منطقة الخليج، وبالتالي الذي يريد أن يبحث عن شراكة يجب عليه أن يأتي ويؤسس لهذه القاعدة الاستراتيجية ما بعد 3 عقود من المفاوضات، وهناك انطلاقة جديدة نؤسس على ضوها. بالإضافة إلى ذلك هناك أوراق كثيرة في الشرق الأوسط لم تحسم، وبالتالي نوقشت وخرج البيان ببيان إيجابي، بمعنى آخر أن هذه النقطة المفصلية التي يستطيع فيها الخليجون يقولون لا للأوروبيين، ليس كما كان سابقا بأنه هناك تبادل أدوار أو مصالح أو غيرها، لا، الآن بشكل أفضل، وحقيقة هناك مساحة كبيرة جدا يتحرك فيها الأطراف. طيب دكتور حسين، يعني هنا يأتي سؤال آخر، وهو كيف ينظر الأوروبيون لفرصتهم مع دول مجلس التعاون مجتمعة، خصوصا أن هذه الدول أيضا لها علاقات كما تعلم مع دول الآسيان، مع دول شرق أوروبا مجتمعة، وأيضا ضف إلى ذلك العلاقات كما ذكر الدكتور صادق قبل قليل، العلاقات مع الصين، العلاقات القديمة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. فدائما ما توصف هذه القارة بالقارة العجوز، وكما ذكرت أنت قبل قليل بأنه ليس بصفة البائع والشاري في بداية حديثك، لكن الآن كيف ينظر الأوروبيون لهذه الفرصة، ومن أي مدخل إذا ما نحينا ربما الصناعات النفطية التي يشاركها بها الكثير من يعني الشركات العالمية في اليابان وفي الولايات المتحدة وفي بريطانيا أيضا؟ يعني أعتقد وأجزم بشكل مطلق بأنه هذا أهم محور يعني اليوم الذي لم يتداول يعني الأطراف به، ولكن هو كان المحور الأساسي الذي دعا الأوروبيين أن ينتجوا إلى مجلس التعاون الخليجي وكذلك إلى الخليج. وأعتقد يعني كان صائبا عندما قال دكتور صادق بأنه لدينا أكثر من طرف، لدينا الصين غيرها. هو الهدف الأساسي حقيقة من هذه القمة، لأنه أوروبا تحتاج إلى تعويض بطاقة قد تكون طاقة رخيصة أولا، ثانيا بأنه هو يعلم بأنه الصين
تتوغل بطريقة ناعمة، وهناك تبادل تجاري كبير جدا ليس على المستوى الطاقة، يعني التبادل التجاري ما بين الصين والمملكة العربية السعودية فاق 60 مليار دولار سنويا. لدينا أيضا ما ينقصه ب 5 مليار دولار، يعني تقريبا 55 إلى 50 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة. أيضا لدينا دول أخرى منضوية تحت راية مجلس التعاون الخليجي، هناك شراكة. بمعنى آخر، بالكل والمجمل الصين تتبادل سنويا ب 317 تقريبا أو 17 مليار دولار سنويا مع دول الخليج، وبالتالي هذا يدفع على الصين إلى حالة من النمو. هو لماذا؟ هذا السؤال المهم جدا، هو لماذا أفلست أو أغلقت فوكس فاجن، وهي شركة يعني تأسست منذ عام 1937، أغلقت مصنعها في ألمانيا في ميونخ؟ أغلقت لأنه أولا بسبب ارتفاع طاقة، وثانيا بسبب ارتفاع الأيدي العاملة، وهناك إغراق لسيارات الصينية في أوروبا، وبالتالي أوروبا تريد أن تحصل على هذا المساحة لأنه هذا الفضاء الحيوي الأخير لها في الشرق الأوسط وكذلك في الخليج. هنا نتحدث الآن، الخليج جاءوا في المكان الصحيح وكذلك جاءوا في الزمان الصحيح، لأنه هم الآن في خيار، يا أما أن يكونوا مع الصين يا أما أن يكونوا مع الأوروبيين، وبالتالي الخيار ضمن دراسات مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف. هو الخليجي من يقرر مع من يكون، من يعطي أفضل فرص يذهب معه. نعم، ماذا عن الرقمنة دكتور، يعني على عجالة يعني قبل أن ينتهي وقتنا في حجز الأقمار الاصطناعية، الرقمنة وما تحدث عنه يعني ممثل الاتحاد الأوروبي من القدرة لتطوير ربما الصناعات بإدخال البرمجة أو الرقمنة أو الذكاء الاصطناعي في دول الخليج من خلال الصناعات المحلية في دول الخليج. أعتقد الرقمنة يبدو لي بأنه هي من أهم القواعد الأساسية التي تحدثوا عنها، بالتالي سيكون هناك تبادل كبير جدا، ستكون القاعدة الأساسية في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي ستوزع على دول الخليج. في نهاية المطاف سيكون هناك تقاسم تديره المؤسسة الخليجية التي تعنى بذلك، فبالتالي كان هناك مساحة كبيرة جدا. وفي نهاية المطاف هو اتفاق مسبق ما بين الولايات المتحدة يعني مع أمريكا ومع الخليجيين بأنه الرقمنة ستكون من حصة الخليجيين، وبالتالي تدار في الشرق الأوسط. يعني القاعدة الأساسية للذكاء الاصطناعي وكذلك الرقمنة الحقيقية هي في الخليج، في دبي على ما أعتقد، وبالتالي تدار. لكن هذا الملف ما زال على الطاولة، يدرس من قبل الأوروبيين وكذلك من قبل واشنطن حتى يكون هناك. لكن أعتقد في زيارة الأخيرة للأمير محمد بن زايد إلى واشنطن في حديثه مع الرئيس بايدن قال بأنه ستكون هناك شراكة خليجية، لم يتحدث عن شراكة إماراتية، لكن كانت هناك يعني إجماع أن تكون شراكة خليجية أوروبية وكذلك خليجية أمريكية. وبالتالي يبدو لي بأنه ستأخذ وقتا من أجل دراسة هذا الملف وبعدها ستنقل إلى هناك. الدكتور حسين الوائل المختص بالعلاقات الأوروبية العربية من بروكسل، شكرا جزيلا لك. شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن على أهمية القمة التاريخية لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن القمة تعكس الجهود المشتركة في رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد والمجلس إلى مستوى استراتيجي. في السياق الجيوسياسي الحالي للتصعيد والعنف، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتحد مناطقنا لمعالجة الأمن الإقليمي. الأمن في منطقتنا متشابك بعمق، ولذلك يناقش قادتنا اليوم في بروكسل قضايا الأمن الإقليمي الرئيسية مثل غزة ولبنان، البرنامج النووي الإقليمي، والعنف في منطقة القرن الإفريقي. ندعو إلى تخفيف التصعيد في الشرق الأوسط بما في ذلك النزاعات المتعلقة بروسيا، وندعم القانون الدولي وحقوق الإنسان. يقدر الاتحاد الأوروبي صوت الكويت الصادق فيما يتعلق بدعم التعددية، ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بحقوق الإنسان. هذه القمة تعد منصة هامة لمناقشة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن والطاقة والتحول الرقمي. هذه المشكلات تؤثر علينا جميعا.
نواصل إذن حوارنا في الاستوديو مع الدكتور صادق البسام عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة الكويت. أهلا بك مجددا دكتور صادق. وإذا ما تحدثنا عن الصناعات التي يمكن أن تستحدث في دول مجلس التعاون بدعم من لنقل الخبرة الأوروبية في مجال التصنيع، ولن نهمل بذلك ألمانيا كما تعلم، بأي مجال يمكن أن تتجه؟ هو لا شك أن الصناعات الدوائية متقدمة في ألمانيا وفي أوروبا، ونحتاج نحن صناعات دوائية في العالم في الخليج ومجلس التعاون، وأعتقد أن بدأت الدول بإدخال هذه الصناعات. أيضا صناعات التجهيزات والأجهزة وغيرها من الصناعات يعني اللي هي ليست ثقيلة وإنما متوسطة، يعني عندنا إحنا صناعات خفيفة لكن لم ندخل بعد إلى الآن في الصناعات المتوسطة والثقيلة، فنحتاج مثل هذه الصناعات أن نبدأ في 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 العمل فيها. أعتقد أن يعني معظم الصناعات الأخرى مثل عملية صناعة الكمبيوترات، صناعة الأجهزة الأخرى ممكن تكون يعني مجال أن نستمدها من أوروبا. في الحديث عن الرقمنة، هل يقصد بها يعني البرامج أو البرمجيات؟ لأنه تقريبا ما يسمى بالهاردوير أو القطع يعني أصبحت منتشرة، ولكن السوفتوير، أي السوفتوير، نتحدث عن السوفتوير هنا. يعني هل تعتبر أوروبا عالميا من الدول المتقدمة أم أن تفوقها ربما شرق آسيا أو الولايات المتحدة؟ لا شك أنا أعتقد أن الصين والولايات المتحدة يفوقون أوروبا بعملية السوفتوير، والدليل على أن معظم الشركات اللي هي برمجيات البرمجة ومو بس البرمجة والارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي أيضا هي موجودة في هذه الدول بشكل أكبر من ما هي موجودة في أوروبا. إذن الصناعات التي تحدثوا عنها اليوم في افتتاح القمة من قبل الاتحاد الأوروبي والفرص، والتي ذكروا بها أنه التوجه إلى يعني كما يقال يعني عربيا رقمنة أو ديجيتالايز، نعم، لتحديث طريقة الصناعات. صحيح. في البترول أنت ذكرت قبل قليل دكتور صادق أنه هم يتجهون إلى التخلي عن البترول في عام 2030، يعني 5 سنوات تقريبا من الآن. نعم. فلماذا يتوجهون إلى استثمار هم أصلا يعني يودون التخلي عنه كصناعة؟ هم يتجهون إلى الهيدروجين الآن بحيث أن يستخرجون الطاقة من الهيدروجين وليس من البترول الأحفري، هذا اللي يسمونه البترول الأحفري. نتيجة أنه الآن بدأوا يهتمون بالبيئة وما يسمى بالأخضر أو الإنتاج الأخضر، اللي هو إن ما يؤدي إلى يحسن البيئة ويحسن صحة الإنسان، هذا اللي يهمهم الآن، ولذلك فهم يعني يتجهون إلى ما يسمى بالوقود النظيف اللي هو يخرج من أشياء أخرى ليست البترول أو تكون عضوية ربما، نعم، تكون يعني عضوية بخلاف البترول. نعم. طيب في مجال الصناعات المتعددة تحدثنا عنها، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تحكم هذه الاتفاقيات أو هذه التعاونات أو هذه الاستثمارات من قبل السياسة؟ هنا يأتي دور المحاصصة بين السياسة من جهة وبين الاقتصاد من جهة أخرى، حتى لا نكون يعني ربما متفائلين أكثر من اللازم. لدينا أوضاع محتدمة بمحيط دول مجلس التعاون دكتور كما تعلم، فالدور الأوروبي المرجو من دول مجلس التعاون كيف ترى الدور الأوروبي؟ هم الحقيقة الأوروبيين يعني الحقيقة قاموا بدعم المجلس التعاون من في الجانب البحري، يعني قالوا إن الخليج العربي هو يعني جزء مهم من يعني يهم أوروبا، ولذلك أصبح جزء من ما يسمى بالاهتمام الأوروبي. أيضا قاموا يعني ساعدوا عمان
قدموا لها من ناحية التدريب ومن ناحية غيره. أيضا إيطاليا قدمها، يعني هو تقريبا دعمهم للمجلس التعاون دعم بحري وليس دعم بري أو دعم بحري جوي. بمعنى الموانئ ربما؟ بمعنى حماية السفن، حماية السفن الأمن البحري، الأمن الملاحي يعني. الأمن الملاحي يعني. وهذا أهم شيء بالنسبة لهم وبالنسبة لنا، لأن إحنا كل الدول تقع على الخليج العربي، ولذلك يهمنا أن يكون في أمن. أيضا عندك مشكلة الآن الأمن في البحر الأحمر اللي هو يعني توقف الملاحة تقريبا. بالضبط. الحوثيين يعني قاموا يعني يضربون كل أي سفينة تمر في البحر الأحمر، فهذا دورهم الأوروبيين الآن هو في الأمن البحري. ما الأوروبيون يعني كما تعلم أنه ينظرون إلى دول مجلس التعاون كفرصة أو كنقطة انطلاق جديدة عوضا عن البحار لتكون إعادة تصدير ربما. نعم. يعني لدينا موانئ ربما كبيرة في عمان وفي الإمارات وفي الكويت الآن بصدد الإنشاء. نعم. وهناك أيضا في المملكة العربية السعودية. صحيح. يعني ميناء موانئ في جدة، موانئ في الظهران. صحيح. فاستغلال هذه الموانئ كيف يمكن أن يوظف، خصوصا أنه نحن بانتظار القطار الخليجي أو منظومة السكك الحديدية الخليجية؟ صحيح. يعني الموانئ ممكن تكون هي نقطة انطلاق لعمليات تصدير وعمليات استيراد من أوروبا ومن جميع دول العالم، وهي هذا المهم بالموانئ، بأنها تكون معدة كمنافذ استراتيجية وتستقبل السفن بأحجام كبيرة، ويكون هناك أمن لهذه السفن عندما تدخل وعندما تخرج. وهذا المهم اللي يهم أوروبا ويهم المنطقة، أن يكون في هناك أمن، وخصوصا أن يعني بعد ما كان هناك مثل ما تقول تتش أو علاقات غير مريحة بين إيران والمملكة، وجت الصين وعملت الاتفاق فيما بينهم، وصار نوع من الارتياح في المنطقة لوجود مصلحة تجارية. لوجود بعد ذلك مصلحة تجارية. صحيح. عندها. نعم. طيب بلغة الأرقام دكتور، إذا ما تحدثنا كنا في السابق يعني في أوقات ربما يعني أنت لك خبرة كبيرة بها أكثر منا، إذا ما عدنا إلى السبعينات أو الثمانينات كانت الجودة هي السمة الغالبة على الصناعة الأوروبية، وكنا ننظر إلى الصناعة الشرق آسيوية على أنها يعني أقل جودة أو بل رديئة في بعض أحوالها. الآن توصلنا إلى أن الاتحاد الأوروبي مجتمعا يستورد وبكميات هائلة من شرق آسيا، من الصين وغير الصين أيضا. نعم. من الدول. نعم. ما هي الأسباب التي يعني وضعت الدول الأوروبية ليست بخيار مثالي؟ نعم. لدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في البضائع أو في التعاونات الغير نفطية؟ بالضبط، لأن طبعا الأيدي العاملة في الدول الأوروبية أيدي عاملة غالية وليست رخيصة، مستوى المعيشة في الدول الأوروبية مستوى عالي، فهم يبحثون عن الأيدي العاملة الرخيصة، وهي موجودة في آسيا وشرق آسيا وكانت في الصين، يمكن الآن بدأت ترتفع نوعا ما. يعني الأوروبيين الآن أصبح أمامهم أن عشان يقدرون يسوقون بضاعتهم في العالم أنها تكون تنافسية أو منافسة، لا يستطيعون أن يقوموا بهذا بوجود الطاقة والغلب الأسعار الطاقة اليوم والأيدي العاملة والمواد الخام. أصبح أمامهم أنهم يودون المواد الخام إلى والأشكال اللي يبونها إلى آسيا والدول الآسيوية لكي تصدع لهم ويقومون بوضع العلامة مالتهم عليها ويصدروها على أنها كانها موجودة أو يعني مصنعة. طيب إلى أي حد ممكن أن نستثمر لنقل أو نسميه نقل الخبرات والعقول إلى دول مجلس التعاون قبل أن أدخل في الجانب أو الصناعات النفطية؟ إلى أي حد يمكن استثمار ذلك وإلى حد هو مجزي؟ يعني رأينا ربما دكتور صادق بعض التجارب لتركيا. نعم. بنقل بعض الصناعات من ألمانيا لمصانع إلكترونيات. صحيح. وكهربائيات. صحيح. ونجحت وأصبحت تصدر تركيا. صحيح. الآن بنفس التكنولوجيا. صحيح. إلى أي حد يمكن أن يستثمر هذا النوع من الصناعات لدينا هنا في دول مجلس التعاون؟ يجب أن لا نبحث عن الصناعات التقليدية الآن أصبح العالم يتجه إلى الصناعات اللي تتعلق
الارتفيشال انتليجنت والامور والامور اللي اصبح العالم ينظر لها بانها صناعات المستقبل. فنحن اذا نريد ان نستورد صناعات يجب ان لا ننظر الى موضوع الكهربائيات وعمليات الاخرى هذه، ننظر الى الصناعات التي ستوفر لنا ايدي عامله في المستقبل، ستجعل تفتح لابنائنا مجالات انهم يدخلون فيها. وهذا المطلوب الان، ان احنا ندخل في الصناعات المستقبليه وليست الصناعات اللي العاديه هذه. نعم. طيب خلال الفتره من سنه 2000 الى 2021 الميزان التجاري حقق فائضا لصالح دول الاتحاد الاوروبي، يعني كان في ذروته في عام 2010 عندما سجل ما يقارب 53 مليار دولار. صحيح. هذه ارقام ضخمه دكتور، ارقام يعني لا نقول مخيفة ولكن أرقام ضخمة وتدل على علاقات يعني قديمة، من الصعب أن يخلق هذا الرقم بين ليلة وضحاها. يعني تتكلم عن دول مجلس التعاون؟ نعم مجتمع. نحن دول مستوردة بطبيعتنا، يعني ليس لدينا ما نقدمه إلا البترول مع الأسف وبعض الصناعات البترولية اللي أنت تعرفها. فلا تستغرب من هذه الأرقام، لأن نحن نستورد من الإبرة إلى الطيارة مع الأسف. يعني صحيح أن عندنا صناعات معينة قليلة ومحدودة، لكن لما تأتي الآن إلى السنوات الأخيرة تجد بأن الميزان التجاري بين الدول مجلس التعاون وبين يعني تقريبا متقارب وليس بهالحجم هذا. نحن نصدر لهم تقريبا 80 أو 90 مليار وهم يصدرون لنا 100 مليار أو 105 مليار، يعني في الفرق بسيط جدا 5-10 مليار. وهذا نوع من التبادل. طبعا دكتور أستأذنك لفاصل قصير ومن ثم نواصل حوارنا مع الدكتور صادق البسام عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة الكويت. مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حفظه الله في القمة المشتركة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودعمها لخدمة المصالح المشتركة. أهلا بكم من جديد. دكتور صادق، تعلم أنه يعني السوق النفطي بالنسبة لدول مجلس التعاون لا شك أنه مهم عالميا، بذات الوقت الاستثمار الأوروبي والعلاقات القديمة مع أوروبا التي يعني تضرب بجذورها إلى أبعد ربما مدى بتأسيس الدول هنا في شبه الجزيرة العربية، لكن بذات الوقت لدينا ربما بعض الملفات الساخنة المحيطة بنا. يعني تحدثت في بداية الحلقة عن الحرب يعني اللبنانية والاعتداء على غزة والمناوشات التي تجري مع إيران من قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا وهناك. لماذا يعني يتجه الاتحاد الأوروبي، أي أهمية ينظر إليها الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون، خصوصا وأن هذا النوع من هذه الثروات هي نوع خطر وقابل للاشتعال حتى في حال أي يعني لا سمح الله توتر يحصل بالمنطقة. صحيح. هي أوروبا يعني أو الاتحاد الأوروبي يأمل أن في سنة 30 يكون يعني النفط أو الطاقة اللي يستخدمها طاقة نظيفة 100%، ولكن هذه لن يحدث بالواقع يعني في خلال فترة قريبة. وإذا تذكر أن العلاقة بين مجلس التعاون وبين المجلس الأوروبي حصل فيها نوع من الفتور وعدم الاستمرار نتيجة أن المجلس الأوروبي طلب أن يفرض ضرائب على المنتجات
البترولية التي تذهب له الصناعات. الحديد، الاسمنت، يعني أي شيء ذلك للمعالجة البيئية. بالضبط، لأن ليش؟ لأن الأوروبيين يدفعون ضريبة للدولة لتقليل الانبعاث، وهذه المواد ترفع مستوى الانبعاث، فيقول لك إحنا بنعوض، إحنا ندفع للدولة ضريبة، فنبيكم نحط عليكم الضريبة أنتم. فاهتمام أوروبا في البترول الخليجي هو اهتمام مثل ما تفضلت ليس يعني بجديد، كانوا يعني يحتاجون إلى البترول في السنوات الماضية بشكل كبير وبشكل شره، الآن بدأوا يقللون من حجم الاستيراد، انخفض الاستيراد بشكل كبير من جانب أوروبا يعني تقريبا. لذلك يعني يجب أن ننتبه بأن الصناعات البترولية يجب أن تتجه إلى الأسواق التي لا تفرض علينا ضرائب أو تفرض علينا مصاريف تكلفنا مبالغ أكبر من حتى يمكن التكلفة اللي احنا نتكلفها. فيعني الأسواق موجودة، يعني آسيا اليوم، دول آسيا كثير من دول آسيا الآن بدأت تدخل في مرحلة النمو والانطلاق وتحتاج إلى الطاقة بشكل أكبر من أوروبا حتى. فيجب أن يعني يا أما يعاملونا بالطريقة الصحيحة وبالتساوي يعني كشركة حقيقيين، وإلا يعني يجب أن لا نخنع لمتطلباتهم وفروضهم وضرائبهم، ويعني هم في حاجة لنا أكثر من إحنا في حاجة لهم. وهذا قد يكون ربما يعني لنقل اختراعات أو تطوير لطريقة الصناعة النفطية التي تكون صديقة أكثر للبيئة مما هي عليه. لكن دكتور، بسؤال لنقل عن هذه الشركات، كيف يمكن توظيف هذه الشركات لدعم الملفات العربية؟ تعلم أن دول مجلس التعاون دائما ما تقف خلف القضايا العربية، خصوصا القضية الفلسطينية والأمن العربي وأمن منطقة الخليج العربي والملاحة البحرية في الخليج العربي. صح. إلى أي مدى يمكن أن تستغل هذه القمة لتبريد لنقل الملفات الساخنة بالمحيط الخليجي؟ يجب أن نعرف بأن هذه القمة وهذه الشراكة لا تحل محل الشراكة العربية الأوروبية، هناك ملف أكبر من الخليج وأوروبا، هناك الدول العربية وأوروبا، وهذا جزء منها. يعني ما نراه اليوم هو جزء من الشراكة العربية ولكن بشكل مجلس التعاون، فهي موجودة الشراكة العربية، ومجلس التعاون يعني يصر على إبرازها وعلى دعمها وعلى يعني جميع القضايا العربية يضعها أمام الأوروبيين وأمام الدول الأخرى. ومجلس التعاون الحقيقة يعني له دور كبير جدا في يعني مثل ما تقول إبقاء الأمور اللي هي الآن في حالة هيجان، إبقاها تحت يعني صفيح بارد وليس ساخن. وطبعا قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، كلهم يعني مثل ما نقول يوظفون جميع قدراتهم لخدمة القضايا العربية والقضايا الخليجية. دكتور صادق، تعلم أنه الاقتصاد دائما ما يكون هو السلاح الأول بيد السياسي. صحيح. فإلى أي مدى يمكن أن يستخدم الاقتصاد الخليجي لدعم هذه القضايا كقوة، كتواجد، كانتشار، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، ربما حتى في مع منظمات أخرى؟ نعم، هو شوف، إحنا لما 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 قامت الحرب 6 أيام وقطع النفط عن أوروبا وعن أمريكا، وتأثروا طبعا بهذا القطع، هذا كان وقت مختلف تماما عن الوقت اللي احنا نعيشه الآن. الآن النفط متوفر في كثير من الدول وهناك كميات كبيرة والأسواق متخمة فيه، والدليل أنه قاعد الأسعار تنزل. يعني لولا التوترات اللي موجودة في العالم، أنا أعتقد النفط راح يكون $50 مو أكثر، نتيجة التوترات. يعني حوالي 27 أو 23 أو 25 هي نتيجة التوترات.
فنحن لو وقفنا الآن عن النفط أو قطعناه عن الدول المعتدية أو الدول اللي تساند إسرائيل أو اللي تدعم إسرائيل لن يكون في صالحنا مستقبلا، وبالعكس قد ينعكس علينا بشكل أكبر. طيب دكتور صادق، ما هي البدائل؟ بسؤال أخير، البدائل أمام دول الخليج، البدائل عن النفط، يعني كثير من الاستثمارات في دول الخليج هي تنحى إلى منحى آخر لتكون مصب جديد بالإضافة إلى مصب النفط وإن لم نتخلى عنه، ولكن ما هي أهم المصبات التي يمكن أن نستغلها مع الاتحاد الأوروبي في هذه القمة؟ والله شوف، الاتحاد الأوروبي يسير في 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 ركب الولايات المتحدة ولن يخرج عن هذا الركب. أنت تريد أن تؤثر على الاتحاد الأوروبي، يجب أن تؤثر على أمريكا. الولايات المتحدة هي مفتاح الأمور كلها في الوقت الحاضر، ومن الواضح بأن اللي قاعد يصير أمامنا واللي قاعد نشوفه أن اليوم أو أمس لما الأمريكان قالوا لإسرائيل إذا ما تدخلون المؤن لغزة هذا الكتاب راح نوقف عنكم المساعدات العسكرية كلها، يوم ثاني تدخلوا. لو أوروبا قالت حق إسرائيل هالكلام أسبوع تقول لها هالكلام ما راح ترد عليها. إذن البوابة هي البوابة هي أمريكا الآن، وهي القوة المسيطرة والمهيمنة على الأوضاع اللي قاعدين تدور. وأشغلوا روسيا في أوكرانيا ولهوها في أوكرانيا. أوكي. طيب، كل الشكر إذن للدكتور صادق البسام، عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة الكويت. شكرا جزيلا لك دكتور، والشكر شكر لكم مشاهدينا. القمة في بروكسل وفي عواصم الخليج العربي، ترقب لنتائج هذه الخطوة الأولى الكبيرة باتجاه رسم معالم شراكات استراتيجية تتقاطع فيها المصالح مع التطلعات والرؤى التنموية الخليجية في محيط دولي يواجه إرهاصات حرب إقليمية واسعة. 33 رئيس دولة وحكومة اعتمدوا المكاشفة والمصارحة بأن إعادة رسم ملامح العلاقات الدولية يقتضي مقاربة أكثر توازنا وشراكة مبنية على قاعدة رابح رابح. القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل ستتبعها قمم أخرى على أمل أن تشهد العلاقات بين التكتلين خطوات بناءة نحو مستقبل يعززه السلام العادل والتنمية المستدامة والتبادلات التجارية المتوازنة، فضلا عن حرية تنقل الأشخاص بين الفضائين الخليجي والأوروبي. السلام عليكم.